آخر إحصائية بالنسبة للجرحى وعددهم إلى 95 جريحا، منهم حالات حرجة ما زالت في العناية المركزة وفي غرف العمليات، و29 شهيد حتى هذه الساعة. نعم. يعني ما زالت الحالات الحرجة يعني تذهب من بين أيدينا نظرا لصعوبة ما يعني تلقوه من إصابة خطيرة، فوصل العدد الآن إلى 29 شهيد. نعم دكتور، من حالتهم خطرة هل هناك إجراءات عاجلة ربما لتفادي يعني حالتهم وعمل اللازم؟ طيب حقيقة لأنه في حالات وصلت إلينا متفحمة، وفي حالات طبعا حروق ويعني شظايا متعددة وأنواع عجيبة من الشظايا. نعم. يعني في أحد الجرحى يعني يكلمون الآن بغرفة العمليات 110 شظية، يعني خرجوا شظايا من جسمه 110 شظية، هذا بجسم شخص واحد، فيعني كيف تنتشر يعني. هل تم معرفة نوع الإصابات خطيرة فعلا ونوعية يعني ما نعرف ماذا بماذا استهدفه، ففعلا هي كانت مميتة وقاتلة. نحن حاول الآن عندنا عناية مركزة في الهيئة، عناية مركزة العامة وعناية الطوارئ، وحاولنا الآن نجهز سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة حتى ننقلهم إلى المنفذ حتى يتلقوا علاجهم يعني خارج الحدود. نعم. نظرا لخطورة يعني كثير من الحالات. نعم دكتور محمد، من وصلوا إليكم هل يعني هناك مدنيين أم معظمهم من أبناء الجيش الوطني؟ المدنيين وعسكر، يعني هو مسجد يعني يرتاده الكثيرين من يعني من المواطنين ومن العسكر، حتى عسكريين الذين هم بالمعسكر القريب من الجامع أثناء تأدية صلاته، ويعني جاء يمثل البعد المدني، البحث هو في حالة أمان، هو في تأدية صلاة الجمعة. نعم.